ثانية. ياسمين هنا؟ أيوه. طيب عندنا ميعاد. بلغ مين؟ قولي لها ناجي ومعاك كابتن ماجد. حاضر. شكرا. فن تجريدي يا عم. تجريدي ايه يا مصطفى؟ مساء النور. مساء الخير يا زحمة. ازيك سامسة؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الامر ده؟ ميرسي. ده ماجد بقى صاحب الكلمات الجميله اللي انت سمعتها لي في التليفون؟ لا ده شبيهه. لا بجد برافو عليك. هاي ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. انا مش بجامل، انت بجد موهوب، ولو كمان طورت موهبتك ديت هتبقى شاعر غنائي عظيم. ربنا يخلي حضرتك. ده بس من ذوقك، دي شهاده يعني اعتز بيها، بالذات انها جايه من فنانه رقيقه زي حضرتك كده. بلاش حضرتك دي بقى، انا ياسمينه وانت ماجد، كده التعامل ما بيننا هيبقى اسهل. حاضر حضرتك. حاضر يا ياسمين. رشا تحبوا تشربوا ايه؟ ولا حاجه. شاي؟ ولا حاجه ولا حاجه. رشا اعملي اتنين شاي. يلا نسمع بقى. يلا بينا. كلام 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 مش حافظ كلام ايه؟ لا ما انا حافظ المواعيد. هاي لا لا خلاص قول كده. كان عامل ازاي؟ لا مش فاكر. استنى كده. زي الايه؟ زي الصلاة يا اخي، مش عارف تقرا كلامك. لقيت نفسي عايش زي الصلاة، فتل الانين طول المدى. بس لحد انا بقى وقفت. حلو اللحن عجبني، كلمات عجباني، بس حاسه ان في حاجه ناقصه. مش عارف، يمكن ماجد يقدر يساعدني في الموضوع ده بشويه كلمات كده. والله يا حضرتك انا كنت يعني يا ياسمين انا كنت كاتب الاغنيه كده، بس لو انت عايزه تضيفي لها حاجه او يعني عايزه تضيفي حاجه في الاغنيه انا تحت امرك، مفيش مشاكل. ما انت كده مش هتنفع شاعر. لما المطرب بيقول لك غير ما تغيرش، المفروض تبقى ايوه ياسمين. انا مش فاهم بالظبط انت عايزه ايه. انا عايزه جمهور، عايزه حاجه جديده، عايزه رتم غنائي جديد، عايزه انت عارف الجمهور والايدج اللي احنا عايزين نوصل له. طب خلاص سيبيلي الاغنيه دي بقى انا وماجد نقعد نشتغل عليها واجيبها لك المره الجايه جاهزه. لا 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 استنى بس، انا في حاجات كده عايز اظبطها خصوصا في الكلمات عشان انت تعرف تظبط اللحن. بعدين في حاجات في دماغي. ماجد ينفع تقعد شويه يعني نص ساعه كده نظبط مع بعض؟ ينفع ينفع. هو ما هوش اي حاجه، انا بس عشان عندي استوديو مضطر اطير. لا يا حبيبي اتفضل. يلا باي سيو. اوكي باي باي. ايه هتعرف تروح؟ انا سيبيني اروح. مش فاهم انا خايف الصور دي. طيب معاك؟ معايا 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 الحمد لله. انت تمام؟ الحمد لله. هيلك يلا باي باي باي. يا ماجد اقعد. ايوه حاضر. لا هو مش هينفع كده، فك نفسك كده وريح عشان احنا لسه نقعد ندردش، عايزين نخلص الاغنيه النهارده. ايوه يا ريح ريح. ايوه حاضر. ثانية واحدة. الو بونسوار. دلوقتي؟ اوكي اني تايم. اوكي باي. سوري ماجد مش هينفع النهارده، ينفع ناجل ميعاد ليوم تاني؟ وانا كده كده هاخد نمرتك برضو من ناجي، يعني هراجع معاك. ايوه تحت امرك طبعا، يعني تحت امرك. ايوه لا بس بجد مبسوطه بيك. ربنا يخليكي. اتفضل. شكرا جدا. باي باي. باي باي. سلام. ده انت طلعتي وعره جو في التمثيل يا سهى، ده انت ولا غدا عبرازك. بقى كده تمثيلي حلو.
انا مش فاهمه انت دافنه نفسك ليه في المسرح الجامعي يا بنتي. انت موهبه جامده جدا، لازم تنطلقي كده لعالم السينما والتلفزيون والمسرح. ميرسي يا دودو يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. بس بجد يا جماعه عجبتكم؟ تجنني. وانت ايه رايك يا اهي؟ هايل، بس لحد هنا وكفايه. يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي انا وافقت ان انت تمثلي في مسرح الجامعه عشان تشبهي رغبتك، انما بعد الجواز اعملي حسابك مفيش تمثيل. اه طبعا، كلكم عندكم عقده الراجل الشرقي والافواره دي. عموما يا حبيبي انا متشكره قوي ان انت جيت اتفرجت على المسرحيه بتاعتي. اخر مره ان شاء الله. يا سلام. اي ماما، ايه اللي حصل؟ من الحب وزرت الحب وظلم الحب كل اصحاب. انت مين؟ يما سامي كل الراب الرحيم. ليه يما؟ شفت عفريت ولا شفت عفريت؟ انت مين؟ قول ارع تلف. انت اللي مين يا ست انت؟ انا الانسه بلبله نبيله ساكنه هنا. انت اللي بتفتح باب الشقه وداخل تعمل ايه؟ دي شقتي انا ساكن اهو. جارنا يعني؟ جارنا الجديد؟ لا مؤاخذه لاكون رعبتك ولا 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 فتنتك بجمالي، انا اسفه جدا. حصل خير. قول لي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي خالد. خالد، النبي اسمك زي الفل، اسمك حلو قوي. وانت ساكن لوحدك ولا معاك مرتك؟ لا ما معيش مرتي لان انا مش متجوز من اساسه. صحيح؟ مش متجوز خالص؟ يا اهلا وسهلا يا الف ليله بيضة. حللت اهلا ونزلت سهلا، واي حاجه تعوزها من الباب ده خبط ان شاء الله 5 الفجر هفتح لك واللي تعوزه، مش همانع ابدا. انا ست كريمه جدا، ولا تقولي بقى كلام الناس والسمعه ما بيهمنيش. ربنا يخليك يا خاله نبيل. خليت ايه؟ بقول لك انسة، قولي بقى انت بتشتغل ايه في مصر؟ انا بشتغلش. ما بتشتغلش؟ الجمال ده كله والسمر ده كله والأوام ده كله بس بقى ما بتشتغلش. انا دايما دايما قلبي بيوجعني على الشباب اللي زي الفل، الشباب اللي يجنن، اللي ما بيشتغلش، العاطل اللي قاعد من غير عمل، الشباب اللي زي يا حاجة بزين من على المنصة. انا ما بشتغلش لان انا بدرس لسه. طالب. طالب تلموذ يعني؟ ايه فين بقى بتدرس؟ فين بدرس؟ في كلية التجارة. ما بقى تشوف الكارنيه. كارنيه واحنا بينا وبين بعض قضايا؟ لا لا يا خلوده، احنا خلاص هنبقى عيله واحده. قول لي بقى في كليه ايه؟ كليه تجاره جامعه القاهره يا انسه. طالعه من بقك زي العسل. تصبح على خير يا انسه. يا انسه طالعه من بقك زي العسل. ربنا يتقبل. تصبح على خير. ربنا يخليك. ورد يا اسمر يا اسمراني من اسك عليا. يا قلبي يا قلبي. زينة تعالي شيل الكفتة. الله 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 الله، ايه ده كله ده؟ الكفتة عجبتك؟ سيبك من الكفتة، قوليلي ايه الطبق اللي انت داخله عليا بيه ده؟ ده انت اول مره تعمليها. ليه يعني بس كده؟ ده انت اخويا وسندي في الدنيا، هستخسر فيك يعني طبق زي ده؟ والله اول مره تعرفي ان اخوكي. سيبك من الكلام ده وقوليلي انت عايزه ايه بالظبط. الواد طلعت. اشمعنى؟ مفيش، وانا بشتري الكفته قال لي اتوسط له عندك عشان تديله البضاعه. يعني انت بقى جايبه لي الكفته وطبق الحلويات ده عشان تاكلي معايا الحلاوه؟ عيب عليك ما تقولش كده. لا سيبك من العيب وقولي لي انت بتكلمي بالنيابه عنه ليه؟ وقلتي الافوكاتو بتاعه وانا معرفش. اصل انا بكلمه بصراحه كده يعني يا طلبه، الواد صعب عليا قوي. ما صعبش عليكي غالي يا حبيبتي. الواد ده بقى بصراحه بتاع مشاكل هو وابوه. ده انا لسه مخلصهم من علقه موت وفين في حارتهم وقدام بيتهم. وبعدين بقى الكلام ده مالكيش فيه. ماليش فيه ازاي؟ وانا مش شركتك بالنص ولا ايه؟ شركتي وكل حاجه، انا ما انكرتش ده، وبتاخدي حقك على داير مليم، بس بشرط ما تتدخليش في شغلي. انا ما بتدخلش عشان عارفاك سيد المعلمين، لكن اللي انا مستغربه له انت ليه مش راضي تديله بضاعه؟ يا بنت اديت له قبل كده وزهقني عشان يديني الفلوس، مش انا مرسيكي على الدور ده قبل كده؟ معلش والنبي اصبر عليه، الواد غلبان مصيره يتعلم الشغلان. مش هينفع يا زينة. طب اذا خد بقى البضاعة وما رجعليش الفلوس اعمل ساعتها ايه؟ لا ده ما يرضينيش ابدا، يبقى ساعتها اخصم الخسارة من نصيبي. ماشي بقى كده يا زينة.
ماشي يا حبيبتي، ورحمة أبويا لخصمها. سلامتك يا ماما، ألف سلام عليك يا حبيبتي. يلا قومي بقى كفاية، ما تسيبنيش لوحدي كده كتير. أنت عارفة إن أنا لوحدي، ماليش حد في الدنيا دي غيرك. أنا محتاجة لك أوي، بحبك أوي، وماليش غيرك في الدنيا دي. سلامتك ألف سلامة، إن شاء الله أنا. يلا بقى، أنا من غيرك مش عارفة أعمل أي حاجة في حياتي. يلا بقى يا حبيبتي قومي، أنا بحبك أوي. سلامتك يا ماما.